يا جماعة أسود أسود لا أصعب لون في الحياة. تفائل بالخير يا عبد الرحمن تفائل بالخير. حنصوم اليوم كله أميرة. لا 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 حتاكل زيتون عندك عنب عندك ما يهمك أنا أضبطك بأكلات سودة. هلا لولي هلا لولي لولي اليوم حنقضي يوم كامل باللون الأسود متحمسة؟ أيوة لولي إيش هذا؟ إيش فيه؟ إيش فيه؟ طبعا الولد لسه ما لبسناك يلا تعال نلبس هذا عنده ملابس سوداء عندي لين لبسوا عندي لين شوفوا الحفله اللي راح تصير الحين يلا لازم تلبس كمان عشان تشاركنا في التحدي هذا ندور لك اكل اسود بعدين يلا تعال تعال الله عليكم يا مذكرين أنا أبغى أعرف شيء واحد، إيش حنفطر باللون الأسود؟ إيش الفطور؟ بالله إيش في أكل لون أسود؟ إيش رأيك أحرق لك الأكل؟ والله صح فكرة بيكون لون أسود والله فكرة أميرة لازم تدبرينا اليوم والله فكري فكري شغلي مخرجة خلينا أسوي لك مساج عشان يشتغل أيوه يلا أوكي وأميرة جهزت لنا الفطور بسم الله ما شاء الله عليك ترى هذا فطورنا الأسود صار حطيت لك موز السودة كمان عشان ما تقول لي بحطتين لفواكه هنا عندنا عندنا عنب عندنا تمر نوع ما اسود أوكي. عندنا زيتون اسود ما شاء الله زبيب اسود أيوة. كمان بلوبيري ما شاء الله الويفر كان لون اسود هذا بني هذا العلبه كان اسود لكم شيء شيء الصور هو اسود بس لما نفتحه هو طلع بني اي بني ما ادري ليش ايش النظاره اللي لبستها هذه قالت عشان طقم يكون لونها اسود اسود كان ودي صراحة نفطر كورنفليكس اسود بس ما لقينا فقلت ليش ما نخلي الاوريا هو الكورنفليكس فحنجيب الاوريا والله فكرة البنت الذكية البنت هذه ذكية يا جماعة اوكي ايوه بعدين نفتح الاوريا كذا ايوه الين قاعد تعال تفتح الين الناس يفتحوا كذا نحط الاوريا كذا ما شاء الله والله اسود والله بس المشكلة في الحليب ما لقيت حليب اسود ممنوع ليش حليب ابيض انت تستحملين خلط مع الاوريا يصير اسود لا 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 انا اقول لك عندي الحل ايش الحل هذا هو التحدي الاسود على اصوله تاكل الكورنفليكس ما بنسى انا عامل كولا ايش عامل غازات ها ايش تبغي يا اميره ايش فيه تعال تعال اليوم باللون الاسود شكله ما في اشياء مفيده راح ناكلها لازم ايش تاكلوا عسل اسود على الريق الله عليك يا الله ايش فيه مش فواكه صحيه ايه فواكه صحيه صح ليه العسل طلع لونه بني هنا اسود على اساس ايش اسمه العسل ايش اسمه؟ اسمه عسل الغابة السوداء خلاص خلاص اسود ولا مو اسود؟ هذا احنا ما له صلاح احنا ما له صلاح يلا عسل على الريق احلى شيء يلا عبد الرحمن انت كمان ملعقة على الريق الله تصرفوا بالعقاد كيف؟ 100 يلا دوق الخلطة حقي يلا بسرعة ايش الين عجبك؟ والله يجنن يلا دوقي قولي لنا ايش رايك انت؟ يلا يا جماعة والله من جد شكله مخزن لا لا كولي كولي يلا دوقي دوقي ايش يضحك يعني هو ولا ايش؟ والله طعمه غريب عبد الرحمن بس حلو والله؟ والله الين طعمه غريب ابدا طعمه زي ساندويتش ايس كريم بس صار سودا لولي وريهم ممنوع تحط اي مكياج غير الاسود ها من دحين اقول لك لا يا شيخ وحنشوف ها تحدي لك تحدي ما لي صلاح ما لي صلاح دبري نفسك يلا الله الله الله, الله. ايش الحلاوه دي حتى المناكير اسود الحين طلبت مني اسوي لها مناكير باللون الاسود فعشان كذا قاعدين نحقق اليوم حلمها لوري حتكوني وينزداي ايوه كلنا وينزداي وصلنا يا جماعه جاهزين ايش الحلاوة هذه يا إيلين ايش الطعام طلع الشعر الطبيعي لا طبعا دخلي جوا دخلي جوا طبعا إيلين بما انه هي الوحيدة اللي شعرها مو اسود بيننا فقررنا نلبسها باروكة اوكي يا جماعة الحين احنا طالعين بس لقيت عندي في الدرج هذا الشيء
دونت باللون الاسود، بس هذا مو دونت، هذا عباره عن صابون. فالحين راح افتحه واحطه بصحن واقول عبد الرحمن تعال لك الدونت اسود ذوقه وشوف ردة فعله. شوف لا، وحاطين عليه سبرينكلز كمان، شكله جميل. الله ريحته حلوه. تعرفوا ايش راح اسوي؟ راح اجيب منديل كذا وامسكه كذا. والله يشبه الدونت مليون. لين جاهزة؟ ايوه. روحي اعطي بابا هذا قولي له ذوق الدونت الاسود. ها جرب دونت. هذا مو جبتيه هذا؟ لقيت في الثلاجة. اوه ماي جاد، والله حاسس انه في فخ. جرب. الله يلعب بيدك يا ابوي. والله صدقت والله. والله الحمد لله اللي شفته من زمان يا جماعة. قبل اسبوعين قلت يوم من الايام راح استخدمه في مقلب، بس ما توقعت ان اليوم راح يجي. كيف الطعم؟ بالله لذيذ. لذيذ. اي اي غسل فيه، لازم تنظف الفم بالصابون. ممتاز ممتاز. انا رجلي يغلق. طيب اصبر. ودام انا حنعيش 24 ساعة باللون الاسود، قررنا اننا نجيب سيارة باللون الاسود. أبيك أنت غشاشة ترى شوية. ها ليش؟ والله في أجزاء بيضة كثيرة في الشوز. هو الأغلب أسود. لا 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 لا. الشنطة سودة. الميك أبيض. أيوة أنا بس حاجة بسيطة. أمك مرة كثير. ويلا بسم الله ننطلق يا جماعة. الله. أو راسي لا ما عجبتني السيارة. إيش بدك؟ ليش راسي كان حيدق؟ ها؟ ليش لازم أوط؟ طبعا وصلنا المول يا جماعة. أميرة وإيلين أسمعوا، لا. عندكم حاجة واحدة تشتروها باللون الأسود في المول كله، دوروا اللي تبغيه تلاقيه باللون الأسود. خذيه الأشياء باللون الأسود، مرة من أسهل الألوان. وش الورطة دي؟ عندهم برادا، لوي فيتون. لا لا والله يا ويلك. لا 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 لا. اي والله صح، من جد لونه اسود. خلاص يلا خذيه إيلين. يا جماعه إيلين اشترت الحلقه، اخر شيء تقولي لا ما ابغى. ماما انت تقولي إيلين ايش بك ما تبي تدقيه؟ والله شكله مره عايشه. والله شكله عايشه. يلا دقيه. شكله مره عايشه. انا صح عندي دايت بس ما اقدر اقول لا للحلقه. يلا دقيه قولي لنا ايش رايك. ايش بك جنن والله. الحمد لله يا جماعه انه اميره دخلت هنا واقتنعت انه في شنط حلوه. ليش لسه قاعده اسال سنابي اسألهم؟ إيه؟ بندي وذي. المهم اهم شيء ما تروح شانيل، اهم شيء. لا 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 خليكي هنا، خليكي. اسمع هذه سعرها ما يتقارن. خليكي خليكي. والله حلوه. لا 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 حلوه حلوه. خلينا هنا. تاخذ اثنين. اصلا مبروك. خذي الاثنين اوكي. تقولي خذي الاثنين. لا لا حلوه والله. هذه كوليكشن جورجينا. ما شاء الله عليكي. دام فيها جورجينا لازم اخذها. عجبتني مره. خلاص حتاخذيها خلاص؟ ايه خلاص يا جماعه. اميره هذا هو اختيارها اليوم، الشنطه هذه. يلا لا مو هذه بس، وعلى البيت على طول. ها في هذه كمان. ايوه ايوه الاثنين خلاص. اوكي ما في مشكله عادي. خلاص انت خلصتي. ها ما في شيء ثاني اشتريتي بدل الشنطه؟ شنطتين. تعالي والله طلع اروح اخليكي. دوري انا وإيلين. انا صرفت. دوري انا وإيلين. لسه باقي لي لاوصل. اقول يلا لا امشي امشي قدامي يلا. والحين جاء دور عبد الرحمن يشتري شيء اسود. اسود ولا مو اسود؟ والله اسود. اسود خلاص. هذه العطره انا حاخذها. ليش؟ ايش ليش تاخذ عطره؟ ليش ما تاخذ مثلا سياره باللون الاسود؟ البنت هذه فاهمتني كويس. عشان تعرف. عشان تعرف. لا لا انا ماني طماع صراحه. مبروك مبروك. كيس واحد طالع، مو زي بعض الناس كيسين. إيلين ايش قاعده تشتري؟ إيلين قاعده اشتري حلاوه اسود. يا ساتر طاحت. انتبه انتبه انتبه. يلا 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 إيلين اغرفي كل الاسود اللي عندهم. وهذه حلاوة إيلين باللون الأسود. حلو؟ اي جنن لازم انت تدوق. اوه لا لولي. يلا دوق عبد الرحمن. انتوا غشاشين، هذا مو أسود. هذا نص بني نص. في لون أسود ولا لا؟ لا في لون بني يا غشاشين. الحلاوة الثانية هذه لونها أسود. يلا كليها قولي لي ايش رأيك. حلو؟ طبعا اكيد مفضله ترى. مفضله الاحمر بس انا ما
اقدر اكل عشان الارنب يسوي يوم اسود. بالعافيه عليكي. اوكي يا جماعه وصلنا الحين محل الدونات، فخلونا نروح نشوف عندهم دونات اسود ولا لا. اوه ماي جاد يا جماعه هذا تسواني الفرنسي. الله يطعم ليسكم، هذا نفسه. لا لا ما بس انتبه نفسي. هذا عندك الاسود، ايوه، وعندك هذا البسكوت كذا مغامق، اوكي، وعندك هذا براونيز غامق. والله ما توقعت نلاقي كل هذه الاشياء. يا غشاشة يا غشاشة، هذا بني مو اسود. طب دقيقة خليني اشوف حقك. ايش؟ حقي انا اسود. شو شايفة؟ انا مالي صلاح ما بيتك. هذا بني كمان، كلكم غشاشين. ما في اسود انا حقي ترى غامق. اجيب حقي كورينا اسود. لا يا شيخ تضحك علينا، كلكم غشاشين. محل النظارات، وإلين قررت انها تغير نظارتها. لا بس صوت بكل شيء، احنا جايين مطعم نتغدى بعدين ما في محل نظارات هنا، ليش ما نمر ونشوف عندهم نظارات لإلين ولا لا؟ عشان لو انكسرت حقها القديمه يكون عندها احتياط على طول. هي اصلا عندها احتياط، هذا احتياط رقم اثنين يا جماعه. بس ما صح ولا لا؟ صح. بس لا هذه المره قررنا نغير يا جماعه، سوينا لكم تصويت على سناب شات بين نظارتين، واكثر الناس اختاروا النظاره مو عشان مسوين تحدي يا جماعه، لا احنا ما كنا حنشتري النظاره عشان اللون، بس اغلب الناس في سناب اختارت اللون الاسود. انا اخترته عشان عجبني. عجبك اللون الاسود يا لي؟ حتى المتابعين لما سالتهم قالوا لي الاسود احلى. عروض انا صراحه كنت مع البنفسجيه صراحه، حتى انا والله بنفسجيه حسيتها احلى والله. انعم على وجهه وكذا، بس خلاص دام هي تبغى الاسود خلاص ما راح نخالف لانه هي حتلبسها. خلاص يا لين خذيها هذه هاري بوتر. طيب يا جماعه زي ما قلنا لكم الدنيا صارت ليل، وقررنا اننا نتعشى دحين، نتعشى نتغدى اصلا ما تغدينا حتى والله. قاعد اشوف حنيد ومنديل وسمك. ابغى هذا الاكل. ما في الا اكل اسود، لا تحاولي ترى اسود زي قلبك. انا عندي فكره. انا قلبي اسود. وصل الاكل الاسود. تخيلوا يا جماعه انه هذا البرجر الوحيد الاسود في دبي كلها. من جد في دبي كلها. في فرع ثاني بس في ابو ظبي، تخيلي. قلنا لا ما راح نسوق ساعه ونص في ابو ظبي، خلينا ناكل. ومشكله انه لما وصلنا المطعم قال عندي اخر برجرين من اللون الاسود. اخر برجرين، يلا تورطنا من جد. بس يلا معلش معلش، احسن من لا شيء صح ولا لا؟ اي والله احسن. انا وليد حناكل نص نص طبعا. خلونا نفتح البرجر ونشوفه. اوه ماي جاد شايفين والله شكلها غريبة. اوه كده والله تخوف، كأنها برجر خايسة من جد. شوفوا يا جماعة البرجر الأسود. أول مرة في حياتي أكل برجر أسود والله من جد، حتى أنا شكلها مرة غريب يا جماعة والله. إن شاء الله يكون الطعم كويس. لا هو عيش بس ملونينه يمكن. إيه طيب. يلا لولي يلا لين أول قضمة عندك. أنت يلا خايفة تتسمم البنت. جربيه ترى برجر عادي. أنا ما أحب الجبن. أوكي عادي عادي. يلا بسم الله. الله عليكي. يلا أنا كمان حدوق. وأنا حدوق بسم الله. والله طعم والله. والله حلو. عجبني. أكل شيء غريب. أنا ما عجبني. إلين تغشك على تاكل بطاطس. إلين يا غشاشة. لا تاكل برجر. ما هي راضية تاكل البرجر ابدا والله. ماني عارف ايش حتتغدى هذه البنت. بادري خلاص تاكل البطاطس. إلين حتخسري ترى. خسرت وخلصت. خلاص خلاص نسيت في شيء. ليش؟ عندنا كله. هذا اسود. اسود ما تقدر تقولوا شيء اسود اسود. والله لذيذ والله. بس احس مع العيش العادي احيانا. اي والله صح. احس انه في شيء غريب، ايش هو؟ بس ما ادري. وقبل ما نرجع البيت قررنا نروح السوبر ماركت نشتري اغراض العشاء، لانه اميره حتضبط لنا عشاء اسود على كيف كيف. ابشر ابشر بالاكل المحروق، اسوي لك احلى اكل اسود بس محروق. بس باللون الاسود يا الين، اوكي؟ بس باللون الاسود. ايش في هذا اسود؟ ايش في وريني؟ ايش هذا؟ يلا خلاص خذيه. الله شوف ايش لقيت شيء اسود بس ما ادري حتى ايش هو. ما ادري والله، وهذا بالنهايه ما هي عارفه ايش هو. صوتي ما ادري ايش. المهم حنجر. واو شوف هذه 99% كاكاو، يعني هذا هتكون لك مره الشوكولاته غامقه. والله شكلها حفتحها الاقي بنيه ترى. يا ويلي لا لا اسود اسود. انا
ايش حناكل ترى؟ انا في بالي مكرونه الباستا السوداء بس أيوة؟ لقيتها للاسف ما ادري ايش حناكل، شكلها حناكل حلويات الصراحه. اوه ماي جاد عبد الرحمن والله بكفو ايس كريم اسود ايس كريم اسود. اوكي يا جماعه خلصت تسوق، صراحه هذه الاشياء كلها اللي قدرنا نلاقيها باللون الاسود، صراحه مو مره كثير بس يعني تنفع العشاء. خلونا يا جماعه ندوق الايس كريم اللي لقيته. اوه حلو والله رهيب. واو تعرف ايش توقعت هذه اللي برا؟ شوكولاته. توقعت شوكولاته، هي طلعت مو شوكولاته، شيء طلعت ثاني. معجون البسكوت. انت عارف اني اعرف. هاد قال لكم جايبين اوريو خلطينه مع حليب وغلفته فيه الايس كريم ومره كده طري حنون لذيذ. والله يفوز والله. جهزتي كل شيء ولا لسه؟ هذا الله عليك يا إيلين، برافو عليك. ها ابيض 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 يا غشاش. انا اصلا غشيت وخلصت، انا كنت في مول مع هذا. اوكي يعني قصدي انه من البدايه غشاش ترى. كانت في مول مع اللعبه والمول كلنا غشينا في الدونات. إيلين احنا مو مره غشينا صراحه، الدونات كان لونه بني غامق صراحه اسود. خلاص ما غشيت. لا خلاص ما غشيت ما غشيت. ايش مشغل انت؟ راح اشغل لك وينزداي. هذه البنت مره انشهرت انها كل شيء اسود، مكياجها وملابسها كل شيء اسود في اسود. هذا مسلسل مناسب. والله الكيكه هذه بنيه غامقه بس يعني حنحسب لك اياها اسود، حنمشي لك اياها اسود. رحمة هذا اغمى كيكه لقيتها في المحل. من جد والله من جد يا جماعه يعني خلاص مشينا يا مشينا. شوف عندنا اسود وعندنا هنا شيبسات، عندنا توت، عندنا شوكليت اوريو. صراحه بس الاشياء اللي لقيناها باللون الاسود بس احس انها كافيه لانه كافي العشاء مره كافي. صح والله يلا الحين ناكل نتفرج وننبسط. واهم شيء نحن سوينا الاندومي الاسود. وين الاندومي الاسود هذا؟ وريني هو. يا غشاشين هذا من جوا مو هو اسود. اسود بعدين تفتحه الصوص لما حطيته اسود والله العظيم حتى ما فينا نقطه حمار. طب حمشي لك اياها برضه يا امير. اسود هذا يا عبد الرحمن هذا. صح احنا اشترينا العلبه سوداء ما لنا دخل ايش يجوا صح ولا لا؟ احنا ما لنا صلاح. خلونا يا جماعه نبدا اول شيء بالكيكه. انا حط يلا اختاري طيب. يلا بالخلاص انت اختاري عشان انا حبه. طيب اوكي حبيبي انت اختاري ده. ايش هذا يا اميره؟ ما ادري هذا حلاوه ولا من المكسرات ولا ايش هذا بالضبط. خذي خذي يلا خذي خذي خلاص. 1 2 3 لا لا اوه ايش هذا؟ اقري لي المكونات. ايش ده؟ نيو ريسيبي، وصفه جديده. ارفع علينا قاعدين وصفه جديده. وخلونا ندوق العصير هذا، والله شكله صراحه يعني مغري يا اميره. إلين دوقي دوقي. إلين دوقي. لا قلت علي ولا تخاف تجرب ما في لا يلا يلا دوقي. حلو والله منعش. لا ايش طعمه زي ايش يعني؟ لا لو سمحت ترى قاعدين نصور. ليمون وزنجبيل. طعمه غريب بس حلو والله. خلاص انا هختار هذا. اوكي ايلين اختارت هذا يا جماعه. هاتي ايش هذا يا جماعه؟ والله ما احنا عارفين ايش هذا. يا رب تعمل يكون حلو. والله جا 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 يا جماعه بس كذا اسوي التوب على طول. شوفوا 1 2 3 الله عليك. يلا خلونا ندوق هذا الشيء. شايفين كانه حلاوه مطاط. ما هذا؟ قمح، حديد، نياسين، ثيامين، روبوفين، حامض، قصب، ديسكرتوز، شراب الارز، الفحم، الحجر في الارض. ايش رايكم نجرب شيء من البطاطسات؟ اي والله صح خلينا نغير خلينا. عندنا هذه البطاطس باللايم والسيراتشو، وعندنا هذه البطاطس بالترافل الاسود. ايش ده؟ ايش بكذا طعمه؟ ما عجبني والله صراحه معليش استريح. والله طعمه غريب صراحه. كيف؟ حلو مو حلو؟ يا جماعة بمشي بالاشياء السوداء اللي يعني هو يوم انا اصلا شفته يوم منيل ب 60 ميلة والله صراحة. ايش رايك تدوق الاندومي؟
دقيل وحدك عارفة تقدام اليوم مرة نختمها بشي حار. حار انا عارفة حار انا ما حد والله مرة حار صراحة. اسمع خلينا نختم بهذه يا أميرة. اوكي يلا نجرب هاي. شوفوا يا جماعة بشر بخير صراحة بس مو اسود اللي بعده. يلا كل واحد ياخذ واحدة. استك ولا بلاستيك ذا ما لا طعم ما في طعم ولا لون ولا رائحة ولا لا في لون في لون شكرا اليوم ما اخذ كل شيء. ما اكلت قليل بس اديني لا قوموا ناموا قوموا ناموا قوموا ناموا عشان يلا يلا توكلوا على الله ناموا يلا 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 إلين يلا يلا نوم. السلام عليكم يا جماعه.